بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بيان رقم 1 صادر عن مجلس مجاهدي وادي بردة إلى كافة هيئات حقوق الإنسان، إلى أهالي دمشق وسكانها، إلى النظام الغاشم القابع في مدينة دمشق. لن تنعم دمشق بالماء حتى تقف الحمل المجوسي المجرم الغاشم الظالم على إخواننا في مدينة الزبداني، وحتى خروج آخر عنصر مجوسي من حزب اللات ومن والاه، وآخر عنصر من جيش النظام الفاشي المجرم الغاشم الخائن من مدينة الزبداني وكافة مناطقها. استعنا بالله وحزمنا أمرنا على بركة الله، والله على ما نقول شهيد. تكبير. الله أكبر. الله أكبر.